السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طريقة تفعيل الإيموجي في ويندوز 10 ببساطة، هنا في لوحة في شريط المهام في الأسفل، كليك يمين ثم شو تاتش كيبورد بوتن، فمباشرة تظهر هذه الأيقونة، تقوم بالضغط عليها ويظهر لك تظهر هذه نافذة لوحة المفاتيح وفيها هذا الإيموجي. ويندوز 10 فيه لوحين، ليست لوحة مفاتيح واحدة، فلوحة المفاتيح الأساسية يمكنك تفعيلها ببساطة بالضغط على كنترول ويندوز او، فهذه هي تختلف لأنها لا تحتوي على الإيموجي. طريقة ثانية لتفعيل لوحة المفاتيح في ويندوز 10، هنا بدأ بلا سيتينج، ثم هنا ايزي اكسس، نزل الأسفل كيبورد، ثم هنا on، فتظهر تلك اللوحة مباشرة. كيف تستخدم هذا الإيموجي؟ ببساطة، هنا مثلا في الأوفيس، أوفيس 10 فما فوق، كليك هنا تجد يمكنك استخدام الإيموجي كما تريد، كذلك استخدامها في التعليق على الفيديو أو كما تريد، هكذا جرب كما نشاهد ببساطة جدا. طريقة ثانية لعرض الإيموجي في الويندوز، وهي ويندوز نقطة فاصلة، فيظهر لك هذه، تظهر هذه النافذة وفيها الإيموجي كذلك، وتستخدمه بطريقة بسيطة. في مرة سابقة شرحت طريقة استخدام هذه الخاصية الموجودة في متصفح كروم بالضغط كليك يمين للماوس، فليس هنا وإنما في صناديق هذه، بمجرد هكذا يظهر لك إيموجي، وهذه الخاصية فقط موجودة في جوجل كروم، متصفح كروم. وإن كانت غير موجودة فهناك شرح فيديو سابق يمكنك إيجاده تحت في صندوق الوصف. كما شاهدتم، هذه الطريقة البسيطة لعرض الإيموجي في ويندوز 10. شكرا للمتابعة، كان هذا شرح اليوم، إلى الشرح القادم، سلام.